السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بيكم ولقاء يتجدد وبرنامج قرآنا يمشي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي يرجع تاني في حياتنا وفي بيوتنا مع العالم الجليل فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة وصاحب كتاب الدين الحق، وكمان ضيفنا الغالي النهاردة فضيلة الشيخ سيد عوض إمام مسجد المغفرة، إمام وخطيب مسجد المغفرة. إن شاء الله بإذن الله نستمع إلى صوت ملائكي يكون مصاحب النهاردة لينا بالآيات الكريمة. وخلوني بفكركم دايما برنامج قرآنا يمشي بنبدأ به دايما بسؤال الحلقة الماضية، ثم يتبعه الهدية من كتاب الدين الحق، ثم تأتي وتتوالى المحاور الجميلة في تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات، ونختم بالقصة وسؤال الحلقة. وخلونا نفكركم ان سؤال الحلقة الماضية كان كيف تستقيم دنيانا، وهنا نبدأ مع فضيلة الدكتور مجدي. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يرضى عليكم ويبارك فيك. ونفكر حضرتك بسؤال الحلقة الماضية ونشوف كده هل يا ترى جت اجابات على السؤال كيف. نعم، كيف تستقيم دنيانا دنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرشدنا وعلمنا وأخبرنا كيف تستقيم دنيانا. قال: ومن كانت الآخرة نيته. مقصودي إن أقابل ربنا يقول لي أنت عملت دي ليه؟ أقول له يا ربي علشان أرضيك. يا رب علشان أرضيك. الله. طيب أنت كلت دي ليه؟ علشان أرضيك. انت قلت الكلمه دي ليه؟ يا رب علشان ارضيك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. اللي نوى ان يقابل ربنا وهو بيرضي ربنا تستقيم دنياه، تحلو دنياه. ومن كانت الاخره نيته جمع الله امره وجعل غناه في قلبه. الله اكبر. وأتته الدنيا وهي راغمة. فربنا يعطينا هذا الخير، وأرجو بهذا الصدد نستمع لهاتين الآيتين الكريمتين من فضيلة الشيخ سيد. نسمع فضيلة الشيخ سيد. يعني من كان يريد العاجلة ومن كان ومن أراد الآخرة، هذه الإرادة، هذا القصد، هذه النية، هذا الهدف، ماذا تنوي؟ ماذا تقصد؟ ماذا تستهدف؟ أنت عاوز إيه؟ عاوز الله الدار لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اتفضل يا فضيله الشيخ. فضيله الشيخ سيد، احنا سعداء بوجودك معنا النهارده. واحنا عارفين دايما انك يعني كنت محب للقران واهل القران، ولكن من خلف الكاميرات، واصرينا النهارده فضيله الدكتور مجدي انه يعني تبقى موجود معنا بابتسامتك الطيبه الجميله. ربنا يحفظك. ونسمع صوت بقى حضرتك النهارده كده، اتفضل سمعنا. ربنا يحفظك يا دكتور ان شاء الله. جزاك الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنفتح عليك حاجة طيبة جدا. هذا هو الفرق بين من قصد الآخرة ومن قصد
الدنيا. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني إيه ربنا شكور؟ يعني هيزيدوا بالخير. وسعى لها سعيها يا دكتور. نعم. يعني وسعى لها سعيها دي الجهد ده، أكلمني عن الجهد. نعم. وسعى لها سعيها. نعم. إنه الواحد دايما يجتهد ويحط نفسه في المكان المناسب اللي ربنا يحبه يشوفه فيه. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي شيء ربنا أعطاه لي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير. في كل لحظة يأتيني من الخير ويأتيني من الشر اختبار من الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل اختبار يأتي إلي ليكون للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. أنا شفت ميزة حلوة في الدكتور صالح أذكرها. طيب وإن أصابته ضراء، في حد زعلني في حاجة، صبر وتغافل عنها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. حتى سيدنا أبو هريرة في الحديث صحيح مسلم قال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي تأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. بس ما قالش قالت كذا 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 كذا، لا لا لا، مشاهدة ما كان لنبلغك. انظر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك هنوصل في النهاية إن من أراد الآخرة، من كانت نيته الآخرة، ولا تكون نية الآخرة إلا بالإيمان. تستقيم الدنيا يا دكتور بإني دايما نية الآخرة أخلي ربنا سبحانه وتعالى قدامي. الله. وإني أي فعل أعمله هقابل ربنا، يكون المقصود منه ان ربنا يبقى راضي عليك. الله. نعم. الكلام فيها يطول. نعم. بس لازم نروح للمحور الثاني بسرعه. نعم. ونروح على الهديه من كتاب الدين الحق. نعم. والهديه النهارده الحقيقه حضرتك اخترت لنا هديه اروع. نعم. اروع يعني من الروائع زي ما بنقول يعني. نعم. النهارده الهديه صحراء العرب ترجع خضراء. ترجع خضراء. بشرى. بشرى. نعم. هذه البشرى ربنا جعلها سبب في دخول الكثير من علماء الجيولوجيا في الإسلام، على رأسهم البروفيسور ألفريد كرونر، وهو من أكابر علماء الجيولوجيا في العالم، ألماني ربنا أكرمه وأسلم لله رب العالمين عندما عرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تتلخص فيه أبحاثه. نعم. علماء الجيولوجيا اكتشفوا أن صحراوات العرب منذ آلاف السنين كانت كلها خضراء، بساتين وأنهار. وما هذا البترول الذي يوجد في هذه الصحراوات إلا من هذه البساتين والأنهار التي اندثرت في باطن الأرض، وبفعل الضغط ودرجة الحرارة أصبحت هذا. فعلماء الجيولوجيا اكتشفوا كذلك بأن هذه الصحراوات في طريقها أن ترجع مرة أخرى، ترجع خضراء مرة، ترجع مرة أخرى بساتين وأنهار. كل صحراء العرب العصر الجليدي الحديث بدأ من أكثر من 30 سنة. لا تاني كده يا دكتور. العصر الجليدي الحديث بدأ من أكثر من 30 سنة. إيه العصر الجليدي؟ العصر الجليدي بقى يعني منذ آلاف السنين كان شمال الأرض وجنوب الأرض كله جليد، أوروبا كلها كانت جليد وجنوب الأرض جليد، أما هذه الصحراوات كانت بساتين وأنهار. فلما تراجع هذا الجليد وسوف يرجع مرة أخرى الآن بمعدل زحف جليدي تقريبا حوالي 7 سنتي على اليابسة، بمعدل زحف جليدي كل سنة 7 سنتي، بتزيد المساحة 7 سنتي كل سنة. تمام. ده اللي اكتشفه ألفرت. نعم. أول موجة جليدية هتطلع من القطب المتجمد الشمالي تردم أوروبا، إمتى الله أعلم. اللي حضرتك قلت لي عليها هولندا. أول البلاد. لأنها أخفض منطقة، أخفض بلد أوروبية. ده اللي خلى مجموعة كبيرة من الهولنديين، كتير من الهولنديين مع بداية الشتاء ومع بداية القصف الجليدي بتبدأ بكثير من المثقفين الهولنديين يهاجر من هولندا، علشان عارف ان اول منطقة يتم ردمها بالجليد هي هولندا لانها اخفض بلد اوروبية. نعم.
ترجع تاني الجليد ترجع يبدأ تاني. يرجع الجليد وترجع صحراوات العرب مرة أخرى بساتين وأنهار. يعني يرجع شمال الكرة الأرضية وجنوبها الثلج والمنطقة اللي في الوسط دي كل هذا يكون بساتين وأنهار. بتستفيد من المياه بقى لما الثلج ده لما بيسيح فترجع بقى كل ده كل يرجع بساتين الماء ويرجع تاني بساتين وأنهار. ده سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم. فلما البروفيسور ألفريد كرونر تعرف على حديث الرسول عليه السلام في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الله. فهو لما سمع هذا الخبر كان بالنسبة له مفاجأة، فقال طيب ليه بنقول إن هذا وحي من الله؟ ليه ما نقولش ان ربما يكون الرومان قالوا له ان هذه الصحراوات كانت بساتين وانهار؟ فقالوا لو افترضنا جدلا ان الرومان قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام، طيب مين اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان هي سوف ترجع مره اخرى بساتين وانهار؟ فتبسم وقال لا يكون هذا الا بوحي من الله. الله. واختتم كلمته قائلا هذا الكلام كل الدنيا الان تشاهده بالصوت والصوره عبر المواقع الالكترونيه، قال إن الوسائل العلمية الحديثة الآن يمكنها في وضوح إثبات أن ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي من الله. وإن شاء الله نقرأ هذا الكلام بالتفصيل في كتاب الدين الحق. موجود في كتاب الدين الحق. نعم نعم. ألفريد كرونر. كيف هذا العالم عالم الجيولوجيا الكبير، وإزاي لما عرض عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تعود هذه الصحراوات مروجا وانهارا مره اعلن أخرى لكل الدنيا ان هذا هو وحي من الله، وهو كان اول المكتشفين بابحاثه. نعم. انه الموضوع دوت. نعم. سوف يعود مره، سوف ترجع. دي خليته يرجع تاني للمسلسل اللي احنا كل حلقه بنتكلم فيه، التوافق، اقبال العلماء نعم. على دين الله بالتوافق. نعم. العقل ده. نعم نعم. العقلاء وهذه القبيل. رحمه من الله. نعم. وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها. الله. وما ربك بغافل عما تعملون. طيب خلينا نروح بقى تاني للمحور الجميل اللي هو انا الحقيقه سعيد جدا جدا بيه. نعم. لانه احنا اشرنا عليه في الحلقه الماضيه ولكن ما خدناش راحتنا فيه. نعم. وهو محور تنوير التفكير النهارده بنتكلم فيه عن الموده. الا المواد دي بقى عايز بقى يعني حضرتك تسعدنا بيها. الله اتفضل يا دكتور. اللهم نور تفكيرنا قل امين. امين. ونور آمين. قلوبنا بالموده قل امين. امين. حتى تتنور القلوب بالموده الا ننظر الى النعم، لن الا ننظر الى المحاسن. الا ننظر الى النعم. لذلك الامرين الوحيدين في القران ربنا امر بذكرهما، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله. الله أكبر. والله دخل علينا بعض الشباب في يوم من الأيام بعد ما انتهينا من الدرس في المسجد، وإلا بشاب يعني ناس أقاربه ومسكينه، وجوم قالوا إن الشاب ده مصمم ينتحر. لا إله. مصمم ينتحر. عايز ينتحر. لا إله. وسبحان الله شاب هادي، بمجرد ما جبت له الورقه والقلم وقلت له عايزك تكتب 10 نعم ربنا، يعني انت بتشوف قول ربنا خلاني اشوف، بتسمع قول ربنا خلاني اسمع. نعم. كده يعدد النعم يعني. بعد ما كان رافض تماما ان يتكلم، بمجرد ما بدا يكتب النعم اول حاجه قالها قال لي ممكن نقعد لوحدنا يا عم الشيخ؟ قلت له ممكن. يعني انا متاكد ان بمجرد ما تذكر النعم يهرب الشيطان. لدرجه ان فضيله الشيخ احمد حفني رحمه الله قال كلمه جميله جدا، قال ان الابتسامه بيهرب منها الشيطان حتى لو ابتسامه صناعيه. يا نهار ابيض. تخيل الابتسامه. لذلك الحديث يقول ان الرجل اذا نظر الى اهله نظره رحمه تبشبش الله اليه وأنزل عليهم رحمته، وإن المرأة إذا نظرت إلى زوجها نظرة رحمة تبشبش الله إليها وأنزل عليهم رحمته. الابتسامة يهرب منها الشيطان حتى ولو كانت ابتسامة صناعية. هي أمر واضح من سيدنا النبي يعني. وقبل من نتبحر في إلا المودة، أستأذنك نسمع هذه الآيات الكلمات من فضيلة الشيخ سيد. نسمع من فضيلة الشيخ سيد. جزاك الله خير. الآيات إلا المودة. إلا المودة. تفضل يا شيخ سيد. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني إيه ربنا شكور؟ يعني يعطي على العمل القليل الثواب الكثير. يعني بمجرد التبسم الله يزيدك من الخيرات. تبسمك في وجه أخيك صدقة. من شوية حضرتك بتقول نشكر النعم. نعم. واستأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. تزيد النعم وتزيد المودة، تزيد البهجة، تزيد المحبة، تزيد السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا مش موضوع تسالي، موضوع يجب على أولي الألباب النظر إليه بالاهتمام. والذي نفسي بيده. هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى القسم حتى لا يحتاج؟ ولكن انظر رحمة من الله بينا حتى نركز، حتى يعني نستفيد من هذا. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحب. يا خبر أبيض. ثاني أنت عارف أنا حب للحديث ده. والذي نفسي بيده. نعم. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحب. طب يعني. يعني. طب دي واحدة دكتور. موضوع بقى لا تؤمن حتى تحب ده. أي. هيخليني أخذ مدام أنوار من أسيوط الأول. أهلا وسهلا. يعني جاي لنا ضيف كده من أهلنا من الصعيد. أهلا وسهلا بأهل أسيوط. لو سمحتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أستأذنك من فضلك بس وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. ماشي حضرتك يا فندم. اتفضلي. حضرتك يا فندم بس كنت عايزة أعرف إني معايا واحدة صاحبتي يعني جوزها بيبقى غايب في مصر وكده، وبتكلم الناس كانت مرتبطة بيهم شباب، كنت عايزة أعرف فضيلة الشيخ يتكلم يقول إيه يعني. يعني صاحبتك بتكلم شباب؟ يعني هي حضرتك عايزه تعرفي ايه حكم البنات اللي بيكلموا شباب؟ ده هو السؤال كده. طيب حاضر نتابع مع حضرتك. حاضر. نعم. السؤال جاي لحضرتك، ايه حكم نعم. الفتيات اللي بيكلموا الشباب ان كانوا في التليفون او بيلتقوهم يعني. نعم. هنا نقطة جميلة جدا. المؤمن لديه المودة، المؤمن ألف مألوف. نعم. ولكن كيف تتوجه التعليمات الإلهية في حياتنا كما يحب الله ويرضى؟ تتوجه على السنة. نعم. تتوجه على السنة. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني المحافظة على طهارة القلوب هذا أمر مهم. نعم. وكذلك كل أمر من أوامر الشريعة حتى أقوم به كما يحب الله ويرضى أسأل كيف يكون على سنة الرسول عليه السلام. نعم. كيف أفعل ذلك؟ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إزاي أعمل الفعل ده؟ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعود إلا المودة. إلا المودة. إلا المحبة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. أفشوا السلام بينكم. يعني سلام قول من ربنا. السلام. يعني خلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ضامن على الله. ثلاثة منهم رجل دخل بيته بسلام. الله. إفشاء السلام. ثلاثة كان ضامن ثلاثة على ضامن على الله. منهم رجل منهم إيه؟ رجل
فصل فاصل في سبيل الله، يعني واحد سايب بيته وسايب شغله ورايح مشوار لله، لله، سواء يعلم الناس أمر الدين أو يتعلم أمر من أمر الدين أو يصلح ما بينه. فصل فاصل في سبيل، في سبيل الله. والثاني، ورجل خرج من بيته ليقضي فريضة، ليقضي فريضة من فرائض الله. الله أكبر. يعني للصلاة، للحج، لأداء الزكاة. والثالث، رجل، ورجل دخل بيته بسلام. تاني بقى هنا بقى عشان كده يدخل يفرفش أهل البيت. طب دخلينا بقى في دخل بيته بسلام. نعم، بيته. دخل معنا الأستاذ عادل من أسيوط. أهلا وسهلا أستاذ عادل من أسيوط. أهلا بيك. أهلا وسهلا. مرحب بيك وبالبرنامج الجميل ده، وكنت عايز أسأل الشيخ يعني سؤال كان محيرني شوية. لا ما فيش حاجه تحيرك، اتفضل. في رجل هو يعني كان من الصالحين وراي البصمج يعني، فكان يتنبأ باشياء كثيره وتحصل يعني، يعني كان تنصب عليه امتحان وراي البصمج، فقال له ما حافظش اول سوره البقره ايه الكرسي خواتيم سوره البقره، قلت له حافظ، قال طب خش الامتحان ابو سوره التوبه سوره كذا. اول ما دخلت الامتحان ثاني يوم لقيت الاربع خمس اسئله، هل ده من الصالحين او لا هو ده مغدر الجن معاه عرف الاسئله بتاعت الامتحانات؟ وفي سؤال ثاني معلش يعني. لا بس ثانيه واحده، بس ثانيه واحده استاذ عادل كده، كان هو استاذ عادل قاعد يبصم عليها كده استاذ عادل، وقال لي دي شهاده المعافاه من الجيش، وبعديها بساعه ولا اثنين وطلع صح، رحت ثاني يوم عشان اشوف مشوار الجيش فاخذت شهاده معافاه، فهل ده رجل من عشر الجن ولا دي كرامه لبعض الصالحين؟ طيب يعني هو الموضوع كله ملخص في موضوع بعض الكرامات حضرتك بتسأل عليها، انه الناس دي عرفت الامور وانت شاكك في انه اذا كان الموضوع ده بقى التماس للجن ولا كرامات ليهم يعني. حاضر حاضر يا استاذ عادل، تحياتنا لاهل اسيوط كلها. نعم الاستاذ عادل يعني بتحصل له بعض الامور كده وبيسأل يعني هل دي كرامات؟ هو الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، هذا بالنسبة للرؤية، وهذا بالنسبة لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، جزء وكذلك من 46 جزء من النبوة، وكذلك في الإلهام. الإلهام نعم، عندما يلهم الشخص كذا والفراسة، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قال لشيء يكون كذا إلا وقد كان. ليه؟ الله جعل فراسته صادقة ببركة صدقه، ببركة صدقه يعني ممكن، فلعل هذا الشخص نعم الله يجعله من الصادقين. نعم، فببركة أنه من الصادقين الله يعني يجعل ما يظنه يعني صدقا. نرجع تاني في نقطة هنا مهمة، إلى المواد. رجل دخل بيته وسلم. نعم، لما ربنا قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل بينكم مودة ورحمة، طب ليه لما ربنا قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ليه ربنا ما قالش وجعل بينكما؟ ليه ربنا قال جعل بينكم؟ نستمع إلى الآيات الأول، نسمع الآيات وبعد ما نسمع الآيات اسمح لي هنروح لغاية مطروح. طيب جدا، مستنيين معانا بس نسمع الآيات الأول. طيب وبعدين ناخد مطروح بقى. طيب تفضل يا دكتور. خلق لكم من أنفسكم أزواج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة. معلش هناخد عشان ما تروح مشوارها طويل، ما نعطلهمش وارجع تاني لحضرتك. ما حضرتك. تاني برضو مع إلا المواد. نعم. أستاذ أبو سيف من مطروح، صح كده؟ أيوة أبو شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بيك وبدفع أبو زيد. أبو زيد أهلا وسهلا. أبو زيد أبو عفش. يا مرحب يا مرحب، اتفضل. وطي بس التلفزيون. أستأذنك وطي عشان نعرف نكلمك، وكلمنا من التليفون. ماشي. اتفضل. ألو.
بسأل بس عن موضوع الحلقة عن تفسير لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، عاوز تفسير بس جزاك الله خير. حاضر حاضر، وبنشكرك على متابعتك وعلى تركيزك معانا، ربنا يحفظك. تحياتنا لأهل الدين، أهل مطروح، أهل الفضل، أهل الكرم، ربنا يبارك فيه. نعم. تفسير لا أسألكم عليه، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نقطة مهمة جدا، قرابة الإسلام وقرابة النسب. تاني بقى دكتور كده، قرابة الإسلام وقرابة النسب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا طالب منكم إيه؟ تحبوا بعض. ربنا طلب منكم تحبوا بعض، يكون ذلك سبب في زيادة النعم عليكم، يكون ذلك سبب في زيادة سعادتكم. لا أسألكم عليه أجرا إلا لذلك الرسول عليه السلام لما خلص الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي الحديث الثاني إيه؟ كتاب الله وعترتي. الله، أنت تريد أن ترى التواضع على حقيقته تراه في آل البيت. نعم، الأتقياء من آل البيت. أنا لسه كنت هقول لحضرتك الحقيقة أنا برضو يعني فرصة يعني، لأن أنا برضو بشوف بعض الممارسات باسم آل البيت ولكنها يعني يعني خير. تزعل، إنما حضرتك دلوقتي بتقول الأتقياء من آل البيت المتمسكين بهذا الشرف. نعم نعم، فدول بيبان فيهم قوي حتة إلا المودة في القلب، تمام، التماسك ده يعني. بحب كل من قال لا إله إلا الله، وخاصة اللي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنا بقى يعني نسب الدين، نعم، الفرق بين نسب الدين ونسب القربة، نسب الإسلام ونسب أهل البيت. كل من قال لا إله إلا الله أنا أحبه. إن أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل أكثر الناس تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل أكثر الناس تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. هنا دخل عندي مفهوم يا دكتور مجدي. نعم. حابب أوي يعني أعتبر نفسي من المشاهدين وبسأل حضرتك، يعني أنا كده مطالب وكأن الآية دي برضو لي إلا المودة في القربة، إنه كل من قال لا إله إلا الله طبعًا هو قريب لي طبعًا، وأنا مأمور إن أحبه بالضبط، أحب كل أهل لا إله إلا الله. نعم، هكذا كل مؤمن يحبون من هاجر إليه. قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني هكذا المؤمن يحب كل من قال لا إله إلا الله. تخيل حتى لو يقول لا إله إلا الله ليس من قلبي، استغفر. لا دي عايزة واقفة بقى، ناخد الاتصال ده وارجع تاني عشان انت حضرتك كده يعني ايه، هناخدها في قصة النهار، في قصة طيب. قصة سيدنا النضر. معانا اتصال من بنا، أستاذة منى اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور مجدي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً. والله انا كان ليا سؤال، بس حضرتك بتتكلم عن الموده والرحمه وكل من قال لا اله الا الله فانت بتحبه. طيب الذين يقولون ما لا يفعلون في حكم الدين الايام دي ايه؟ نبادر بالنقطه الجميله دي لان جت في نفس الوقت. طيب الذين يقولون لا اله الا الله وليس من قلوبهم، طبعا سيدنا النبي عليه السلام علمنا حاجه جميله خالص 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 خالص، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. دي نمرة واحد. نعم. طيب قال لا إله إلا الله بجد أو قالها مش بجد؟ يعني أنا أبقى عارف إن هو قالها أو مش قالها بجد، قالها مش بجد، أعمل إيه؟ قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. زي ما هناخد في قصة النهاردة نقولها باختصار وبعدين نقولها بالتفصيل في آخر الحلقة. تمام. سيدنا النضر من الحارث بيحكي عن نفسه، أسلم بس ما أسلمش بجد، دخل في فتح مكة مع الناس، ولكن لما كان يوم حنين في غزوة حنين كان نفسه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو والصحابة يتغلبوا. قال تمنيت أن يظهروا على رسول الله، لكن اتفاجئ أن تاني يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقابله بالمودة. يعني كيف نرى بأعيننا
قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي. يعني وادفع بالسيئات الحسنة تمحوها. بس هي دي، هي دي استمراري في اني اقابل اللي قدامي بالحسن. وجد ان سيدنا عليه الصلاة بيقابله بالمودة. ويقول له: هذا خير مما اردت يوم حنين فرجع. فكان ذلك سبب في اسلامه لله رب العالمين. كيف تغلب الرحمة الكراهية؟ كيف تغلب المودة الكراهية؟ هذه هي سنة الرسول عليه السلام. أقول باختصار في دقيقتين، محتاجين نروح للمحور الثاني بس أسمع. طيب سيدنا عمير بن وهب طالع من مكة مشحون، مشحوذ 100% بعداوة وكراهية غير عادية لسيد الخلق، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. مشحوذ، مشحون، وفي في 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 حجر الكعبة هو وصفوان بن أمية، رايح بعداوة غير عادية، رايح يضحي بنفسه علشان يحد الله ورسوله، يضحي بنفسه. تخيل تخيل العداوة وصلت لأنه بيضحي بنفسه علشان يأذي رسول الله، تخيل. ولكن انظر إلى مودة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أدنو يا عمير، وهو نفسه يقول له: ما جاء بك يا عمير؟ فيقول له: ابني أسير عندكم، في أسير في بدر. قال: فما بال السيف متوشحا فيه؟ وما أنت جايب السيف وسمه جاي وحطت السيف يعني. قال: قبح الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: بل قعدت أنت وصفوان بيكلموا عن إيه؟ ما في قلبي، معجزة في القلب بقى. ده اللي ربنا قال عليه، يعني واحد بيقول لا إله إلا الله وبيعمل عمايل، مش أعمل إيه؟ هي دي بقى الموعظة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اشتغل بقى، هي دي الدعوة، هي دي الدعوة، خرجنا من الظلمات إلى النور. ناخد بإيد بعض وتعاونوا على البر، ناخد بإيد بعض نخرج من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الجهالة إلى نور الحلم. فسيدنا رسول الله لما قال له: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية وقلت لولا عيال علي ودين علي كذا كذا، قال: والله ما جاءك بهذا إلا الله، لأنه ما كانش أشهد أنك رسول الله. الله. فأسلم رضي الله عنه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وقال: فقيه أخاكم. رجع عمير بن وهب داعي إلى الله بعدما كان جاء معاديا، بعد ما كان يحاد الله ورسوله أصبح داعي إلى الله. فإزاي إحنا كلنا كلنا تيجي في حياتنا السنة الجميلة دي؟ كيف تتحول الكراهية إلى المودة؟ كيف تتحول العداوة إلى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ليه ربنا قال والله غفور رحيم؟ علشان ما استكترش سيئات العبد، ما استكترش. قال الرسول: ما فعلته، ما تركت من شر إلا أتيته فهيل. قال: نعم، قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. فقال هذا الرجل، قال: قم يا هذا فقد غفر الله لك. الله الله. نعم. الله. هي أول برضو الحوار فيها يطول، ولكن محتاج بسرعة أروح لمحور تنوير السلوك، لأنه الحقيقة برضو يعني أكثر. نعم. من رائع. إن من عباد من عباد الله أناسا تحابوا بروح الله. الله، يعني الله أكبر، يعني نموذج جميل موجود في كل العصور إن شاء الله إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء: إني عشتهم محبة ومودة ولا يفزعون إذا فزعنا. أقول الحديث بالنص، الحديث رواه الإمام النسائي الصحيح وهو في صحيح مدق الرابع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ أنا نفسي وإنت نفسك وكلنا نفسنا نبقى في مكان عالي عند ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل خالص: يا رب يجعلوا فينا كلنا يا رب. قال: هم قوم تحابوا بروح الله. خلينا دكتور مجدي، تحابوا بروح الله دي في حد بيحبك قوي على التليفون، أهلا وسهلا، ناخده ونرجع في تحبه بروح الله تاني. معانا والد الشيخ سيد على التليفون، أهلا وسهلا، وعايز يعمل مداخلة معانا.
اهلا وسهلا بفضيله الشيخ عوض. يا مرحب يا مرحب. ايوه شيخ تقريبا طلع البدر علينا. اهلا وسهلا. جزاكم الله علما. الله يرضى عليك. اهلا يوسف ابني. ده يوسف ابني. اهلا وسهلا. نعم الله يبارك الله فيكم، يعني حفظتونا والله. انت يوسف ابن الشيخ سيد؟ اهلا وسهلا. اهلا انت يوسف. انا فخور بيابي جدا والله. احنا نقول حضرتك يا دكتور، يعني احنا نقول التفاح يخرج منه التفاح. ربنا يحفظك يا دكتور. الله يبارك لحضرتك. اهلا وسهلا بيك، واحنا سعداء بالمداخله الجميله. خليك معانا بقى في النقطه الجميله دي، خلي بالك بقى من النقطه اللي جايه دي يا يوسف مع حضرتك، وهتسمع بقى هتسمعها دلوقتي كمان ازاي ربنا يكرمنا وتبقى الاسره نتحاب في روح الله، والمجتمع نتحاب بروح الله، وفي الأقارب نتحاب بروح الله، في الجيران نتحاب بروح الله. تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا أسباب. يا خبر أبيض، أمال اللي عندهم أرحام وأسباب يبقى أكثر. نعم يعني اللي ما عندهمش أرحام ولا أسباب متحبين، طيب واللي عندهم أرحام وأسباب يتحبوا أكثر. ها، لا يحزنون إذا حزن الناس. خلاص خلاص، إلا المودة خد المفيد من هذه الدنيا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا وتؤمنوا حتى تحابوا. خلاص حصلت المودة، حصلت المحبة، حصلت الرحمة، زاد الخير. لا بس 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 يا دكتور، يعني عايز أكمل حديث. ما أنا هتكمل حديث بس تاني. لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب ناخد بس اسكندرية وارجع تاني مع حضرتك. طيب لأن حبايبنا كتير. لا يحزنون إذا حزن الناس. ناخد الإسكندرية. طيب. أهلا وسهلا بأهلنا في إسكندرية. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟ اتفضلي يا حاجة أم خالد. أنا أم مصطفى. أم مصطفى، يا رب يبارك فيكي وفي مصطفى، اتفضلي. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. بص يا شيخ لو سمحت، أنا يعني أنا وقع في مشكلة كبيرة خالص، ماشي؟ بس سبحان الله يعني ما فيش حاجه بنتمناها او حاجه بنطلبها من ربنا وربنا بيديها لي الا وربنا يديها لي، وحاجه كده تخطر في بالي انه لازم تتحدث. بس سبحان الله يعني الا ان انا نيجي اكيد اقول يا رب اقضي ديني وكده، ومش عارفه ليه ربنا سبحانه وتعالى مش بيستجيب لي الدعوه. مش عارفه ليه ربنا مش عايز يستجيب لك الدعوه بتاعت قضاء الدين؟ بس اي حاجه ثانيه ربنا سبحانه وتعالى بيستجيبها لي. احفظي عني هذا الحديث. طب اسمعي بقى، اسمعي يا ام مصطفى الحديث ده، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون سبب في قضاء دينك ان شاء الله. اسمعي كده الشيخ هيقول لك باذن الله، وتخبرنا في الحلقه القادمه ان ربنا قضى دينك. بس ترد علينا في الحلقه الجايه وتقولي لنا ان شاء الله ان الدين تم يعني قضي ان شاء الله. نعم. حديثين اثنين ارجو يعني لا تفتر عن ذكرهما، كل الساده المشاهدين يسمعون. نعم. الامر الاول، قال النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجا من الله الا اليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر اهونها الفقر. الله اكبر. اقل حاجه ربنا هيمسح من حياتنا الفقر. اللي هو تاني كده، لا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجا من الله الا اليه. تمام. اقوله تاني. تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. الحديث الثاني: لو كان عندك مثل جبل أحدين الله يؤديه عنك. الله. نكرر الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. تاني يا دكتور. هقوله تاني. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. الله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. يبقى ذكرين. الذكر الاول: لا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجأ من الله الا اليه. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. والذكر الثاني: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. واصلي على سيدنا النبي عليه السلام بقى كتير، ونصلي على سيدنا اختنا ام مصطفى في اسكندريه. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اختنا ام مصطفى في اسكندريه، الكلام واضح، هم حديثينهم الزميهم، وان شاء الله السبت القادم تتصل علينا وتقول لنا اخبار الدين ايه ان شاء الله، وتصلي على النبي كتير ان شاء الله. يبقى نعود الى ايه بقى؟ نرجع تاني يا دكتور. لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. الله اكبر. ولا بيحزن كل ده ببركه ايه؟
بذل المودة، النظر إلى النعم، النظر إلى المحاسن. أذكر نعمة، اذكروا نعمة الله. زي ما تفضلت حضرتك دايما مشكور تقول في محاضراتك الجميلة إن ربنا ما قالش أما بنقمة ربك فحدث، لا قال أما بنعمة ربك فحدث. الله الله ينور عليك. إحنا مأمورين بالتحدث بالنعم، بالنعم. أمر من ربنا بس. نعم. مش احنا فيها منحة ان شاء الله. الله هكذا. فذكر هذه النعم تجعل الحياة جميلة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون عما مضى. وأرجو أن نستمع لهذه الآيات كاملة من فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ سيد. نسمع بقى فضيلة الشيخ سيد في هذه الآيات الطيبة الجميلة. تفضل. جزاك الله خير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ذلك الفوز العظيم. أنا أريد هذه الكلمة الجميلة: لا تبديل لكلمات الله. الله. لا تبديل لكلمة الله. لا. إلا المودة. إذا نبذل المودة. نعم. لقرابة الإسلام وإلى قرابة النسب. بس خلاص. ثم التحاب في. خلاص. تمام. إذا ربنا أعطاني هذا الخير الله ما يأخذ مني هذا الخير. ده يخليني بقى. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء. الله إذا أعطاني خير ما يخدم. خلاص. دكتور مجدي. طب إمتى ربنا يعطيني الخير؟ لما ننوي. ما هو اللي جاي ده انا طالبه. واتاكم من كل ما سالتموه هساله من ربي. يا ربي يا ربي ارزقنا الموده في ارزقنا الموده في الدين، ارزقنا الموده في البيت، ارزقنا الموده في المجتمع، ارزقنا الموده. نعم. تفضل يا دكتور. ده خليني بقى واحنا بنتكلم في تنوير المعاملات. ايوه. على حب الخير لكل الناس، لكل الناس. وهنا بقى في نقص، في اشكاليه. كل الناس. كل الناس. ايوه يا دكتور، لكل الناس. يعني انا احب الخير لكل الناس، حتى اللي بيعاديني، حتى اللي على غير ملتي، لكل الناس. عايزه توضيح دي. الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها انتم اولئك تحبونهم. نعم. ولا يحبونكم. يا خبر ربي. طب جاي ازاي؟ لان هو المؤمن ربنا خلقه يحب بذل المعروف. المؤمن ربنا خلقه الف مألوف. المؤمن ربنا خلقه يحب الخير للغير. امال يعني ايه لا تدخل جنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحبه؟ ومعلش هناخد في في نصف دقيقة نسمع هذه الآية من فضيلة الشيخ. طبعا طبعا. ها أنتم أولئك تحبونهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني مش اللي هيبذل المودة والمحبة يفوز وبس، لا، واللي هيقلب هيموت من الغيظ، هيهلك نفسه، بيحرق في نفسه. بس هي صعبة. تموتوا بغيظكم. فهنا الفكرة كلها ايه؟ ان عبد ينصر ربه وعبد ينصر نفسه. الله. تاني الآية واضحة جدا بتعرفنا إن هناك عبد
ينصر ربه. نعم. الله أحب إلي من نفسه التي بين جنبي. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط. الله. يغلط فيه. نعم. ومزعلين. نعم. وما يغضب لنفسه. ويكون حريص على هدايته. صلى الله عليه وسلم. حب الخير للكل. حب الخير. للكل. على العكس اللي مش اللي ما بيحبش الخير للغير بي بي بيهلك في نفسه، بيحرق في نفسه بغيظه. لماذا؟ لأنه يذكر المعايب، يذكر المعايب، يذكر المعايب، وهكذا. يبقى برضه فيحترق. ذكر المحاسن تاني برضه ماشي معانا في الحلقة برضه. نعم. ذكر المحاسن. نعم. وذكر الأشياء الطيبة. نعم. النعم. نعم. كم باقي لنا في الوقت؟ إحنا الوقت بيجري، عشان كده أنا عايز أسمع قصة سيدنا النضر. الله. بالتفصيل. كيف تحولت الكراهية إلى الكراهية إلى حب؟ سيدنا النضر بن الحارث هو اللي بيحكي. بيحكي. لما جاء فتح مكة دخل مع الناس في الإسلام، خلاص مش عايز يعني، بس ما أسلمش، قلبه مش صافي. قال: فلما كان يوم حنين، في غزوة حنين كان موقف مهيب، أهل ثقيف نزلوا مرة واحدة على الصحابة، حتى الصحابة فر منه، وكان يعني كانت عصيبة. قال: فلما كان يوم حنين تمنيت، ده بيتكلم، تمنيت أن يظهروا على رسول الله. يا صعبة. تخيل واحد مسلم وواحد له بس نفسه، استغفر الله، أن سيدنا محمد والصحابة يتغلب. صعبة. إيه ده؟ صعبة. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، تاني يوم بقى كان ربنا، الله أكبر، كان ربنا نصر المسلمين نصرا مؤزرا، وأعطاهم غنائم يعني لم يسبق لها مثيل، غنائم. نعم. لدرجة أن سهيل بن عمرو صفوان ابن لما رأى الغنائم وقال: أيعجبك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: نعم. فقال: هي لك. فكانت مفاجأة. قال: والله ما طابت بهذا إلا نفس النبي، فأسلم أشهد أن لا. انظر. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد قام إلي فرحا، يا رب أعطينا هذا الخير يا رب. شوف، عارف أن النضر يعني يكن العداوة لله ورسوله وللمؤمنين، ويقوم إليه فرحا، المقابلة بالبهجة والمودة. قام إلي فرحا وقال: هذا خير مما أردت يوم حنين. طيب، فراجع ما أنت فيه. نعم. الله. قال: فانطلقت على وجهي. نعم. فأرسل في أثري 100 ناقة. نعم. فقلت: والله ما أرى ذلك إلا تألفا على الإسلام، ولكني أسلمت لله رب العالمين. خلاص أسلم. تحولت الكراهية إلى مودة. طيب، ده حيخليني بقى أقول لحضرتك السؤال بتاع النهاردة إيه، لأن خلاص وقتنا. نعم. تفضل حضرتك سألنا السؤال عشان السادة المشاهدين إن شاء الله يتوقعوا الإجابة، نبعت لهم نسخ من كتاب الدين الحق. تمام. على الإيميلات بتاعتهم، يفرحوا ونفرح معهم إن شاء الله. كيف تنعم قلوبنا بنعمة المودة؟ تاني يا دكتور. كيف تنعم قلوبنا بنعمة المودة؟ طيب، أنا معايا بقى 30 ثانية. أيوة. حضرتك نلخص الحلقة النهاردة. أيوة. إحنا قلنا إيه بسرعة؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة جاوبنا على السؤال السابق، إن تستقيم دنيانا بنية الآخرة، عايزين نقصد الآخرة، عايزين يكون هدفنا نقابل ربنا بقلب سليم. وكذلك في تنوير وهديتنا كانت النهاردة كيف البروفيسور ألفريد كرونر أكبر علماء الجيولوجيا أسلم لله رب العالمين. نعم. أما في تنوير التفكير إلا المودة، ركز. حافظ على المودة، اختلف زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت كلها، بس حافظ على المودة لأن هي الطريق الوحيد للجنة، هي مفتاح الجنة. وكذلك في تنوير السلوك بين قدامنا في كل عصر من العصور، ازاي عندما نتحابب بروح الله خلاص لا يحزننا إذا حزن الناس ولا يفزعنا إذا تعيش عيشة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأمن الواحد الحب في الله. نعم. ولا تخاف من حاجة جاية ولا تحزن على حاجة فاتت، ما تشغل بالك، قلبي مليان. أما في تنوير المعاملات، حب الخير لكل الدنيا.
ايوه كل الدنيا كل الدنيا حتى اللي بيعادل كل الدنيا حب الخير لكل الدنيا وسمعنا وانت كسبان وسمعنا قصه سمعنا قصه سيدنا النضر كيف تحولت الكراهيه الى الموده نعيد السؤال كمان السؤال كيف تنعم قلوبنا بنعمه الموده شكرا للدكتور مجدي وقتنا الحياه خلص خليني اشكر حضرتك كمان فضل الشيخ سيد على ادائك الرائع وصوتك الحلو وبقول ليوسف ابنك يعني لك الحق ان تفتخر ربنا يحفظك اسعدتنا النهارده جزاك الله خير وعندكم ايها الساده في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه اليكم بكل الشكر على طيب المتابعه ووعد باللقاء السبت القادم ان شاء الله نستكمل حلقات قرانا يمشي مع فضيله الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنه الاعجاز العلمي للقران والسنه بمكه المكرمه كنت معكم طاري درويش حتى ألقاكم السبت القادم لكم مني التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.